أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك نستنصر فانصرنا، إليك نلجأ فلا تطردنا، عليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. اللهم حبب إلينا لقاءك، وسهل علينا قضاءك، وانصر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. آمين آمين. عباد الله، روى الإمام مسلم واللفظ له عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي لفظ ابن ماجه تبين الحديث جدي الله سبحانه وتعالى والكرام ديالو، وسيقول فيه تعالى: ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر
فغمس فيها إبرة ثم نزعها، ذلك بأني جواد ماجد، عطائي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، لا تغضب عمن يسألك ويلح عليك في الدعاء والبشر يغضب، لا تنفد خزائنك والبشر مهما بلغ خزائنه تنقضي، مهما كانت خزائنه فهي تنقضي. فسبحانك يا ذا الجلال والإكرام. والحق سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي غير بغى باش يقرب لنا الافهام بالتمثيل بالبحر اللي هو من اعظم المرئيات عيانا، داك الشيء اللي الواحد الوعاء اللي تيهز ما كاينش شي وعاء كبير قد البحر، ومثلنا الله سبحانه وتعالى به، لان القصور ديال العقول ديالنا ما تقدش تدرك الكنه ديال الحقائق اللي هي كاينه في الملك ديال الله سبحانه وتعالى. ومتنا بالبحر اللي هو عظيم، ومتنا بشي حاجه صغيره اللي هي ملسه وما تتهز والو اللي هي ليبرا، باش يبيننا اشنو غادي ينقص من الملك ديال سيد ربي لو كان جا الاول ديال الخلق والاخر ديال الخلق، الحي ديالو والميت ديالو، الرطب ديالو واليابس ديالو، وكل واحد طلب داك الشيء اللي بغى بلا ما يقصر في الطلب ديالو، ما ينقص من الملك ديال حتى شي حاجه من الله سبحانه وتعالى. وحنا تنشوفوا بان حتى داك المثال فهو مثال تقريبي ومحدود، علاش؟ لان النقص في المحدود الفاني وعطاء الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه، ورحمة الله وكرمه صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص. إذا كان ليبرا تتنقص لنا شي حاجة من البحر، فالطلاب ديال البشرية كلها ما غادي تنقص حتى هذاك الشيء اللي هزات ليبرا. علاش؟ لان العطاء ديال سيد ربي ناتج من الرحمه ديالو والكرام ديالو، والحاجه اللي تتنقص هي اللي ثانيه، اما العطاء ديال سيد ربي والكرام ديالو ما ثانيش، فلهذا ما غادي تنقص حتى شي حاجه. فيا عباد الله، الى فهمنا الصفات ديال الخالق جلت قدرته، ودركنا ان الله سبحانه وتعالى جعلنا عبادات، وجعل هاد العبادات اركان وشروط، ماشي هاد الشهاده داروا الناس لربي لانه محتاج، وتيقول لك الا ما درتيش هادي راه غادي ينقص ليا. فالله سبحانه وتعالى بينا في هذا الحديث القدسي ان واخا البشر كله يكون على اتقى قلب رجل واحد، ما يزيدش في الملوك ديال الله عز وجل حتى حاجه، واذا كان كل شيء على افجر قلب رجل واحد ما ينقص من الملك ديال الله عز وجل حتى حاجه. وما كاينش شي واحد اللي يقول انا غادي ندير هذا الشيء باش نضر الحق سبحانه وتعالى، فاننا لا نبلغ ان نضر الله حق سبحانه وتعالى، ولا ان ننفعه، فهو الغني قبل ان تكون الخلائق. إلا عرفنا هذا الشيء، وعرفنا بأن عبادات دار لها الله أركان ودار لها الله شروط، هذاك الشيء باش يرجع المنفعة ديالو الفرد في حد ذاته والمجتمع. وهنا يا عباد الله، هاد الأركان وهاد الشروط في جميع العبادات نفعها يعود على الفرد والجماعة، وإلا فعصيان الخلق لا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا، وطاعتهم لا تزيد في ملكه شيئا. قال تعالى في أواخر سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وما دامت عباد الله العبادات أركان وشروط وآداب، فما زلنا مع الدعاء وآدابه. ولقد رأينا فيما سبق الفضل ديال الدعاء والآداب ديال الدعاء، والخلل في عدم الاستجابة ديال الدعاء ديالنا رغم السنوات الطوال اللي تندعو فيها الخالق ديالنا باش يمحق اليهود، فلا يزداد اليهود إلا قوة وطغيانا. ونحن اليوم إن شاء الله مع الداعي، فما هي شروط الداعي؟ هذاك اللي غادي يطلب الله اشنو هي الشروط اللي تخصها توفر فيه؟ وهذه الشروط هذه ماشي تعني انها الى ما كملات راه نقصات من الملك ديال الله عز وجل شي حاجه، وانما ديك الشروط ترجع النفع ديالها على الفرد في حد ذاته وعلى المجتمع. اولا، ان من شرط الداعي ان يكون عالما بان لا قادر الا الله، وان الوسائط في قبضته سبحانه ومسخره بتصفيقه
تسخيره. يكون عندنا هذا الاعتقاد بأن كل شيء في الله سبحانه وتعالى، وبأن هذه الوسائط اللي كينا واللي تتقضى بها الأغراض هي في القبضة ديال الحق سبحانه وتعالى وبتسخير دياله سبحانه وتعالى. ثانيا، الشرط اللي تخص يكون في الداعي أكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به. هذا الإنسان اللي هو شحال مبلغ الدرجة دياله، شحال مبلغ المنصب دياله، شحال مبلغ المال دياله، وأنا بد محتاج لسيد ربي، هذا إلا بغى باش يستجب ليه سيد ربي وهو الذي على كل شيء قدير، تخص يكون تأكل الحلال وتشرب الحلال وتيلبس الحلال وتيتغدى بالحلال، لأنه هذا الشيء هذا سبب موجب لإجابة الدعاء. لهذا تروينا عكرمة عن ابن عمار حدثنا الأصفر قال قيل لسعد ابن أبي وقاص تستجاب دعوتك. سعد بن أبي وقاص تقال ليه علاش تستجب الدعوة ديالك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هالجواب اللي هو في إمكانية كل واحد إلى أن تقوم الساعة اللي هو بالإرشاد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. هذا هو السبب باش استجب ليه الله عز وجل في كل أمور دياله، كل لقمة قال لك تهزها تعرف منين جات ومنين خرجات، ماشي يقول شي واحد فينا هو حتى الحرام الآن في العصر الحالي أراهنا هذاك الحرام اللي غادي تقلب عليه غادي يعاقبك الله عز وجل به في الدنيا قبل الآخرة، وحيد ديك الساعة يعجز العالم باش غادي ينفعك شوية وتحتاج لله سبحانه وتعالى فاطلبوا، ولكن في البطن ديالك الحرام وكلتي الحرام وشربتي الحرام ولبستي الحرام فأنا يستجاب لك. وعن وهب بن منبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته، اللي بغى وبغى يفرح باش يستجب له الله الدعاء ديالو ياكل الحلال. وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته، وهذا تدرج في التربية من هذا العارف بالله. علاش؟ لأنه باش غادي تاكل الحلال طول العمر ديالك تخصك تدرج، فحاول ويحاول الإنسان 40 يوم إلى مشى حرص 40 نهار وهو حارس منين جات هاد اللقمة وفين غادي تمشي وياكلها وهو عارف بأنها حلال متيقن من حليتها تيستجب لله سبحانه وتعالى الدعاء ديالو. وهنايا إلا كان الإنسان حاص 40 يوم فبالتالي غادي يولي ديك الساعة مدرب على الحلال وغادي يولي كل حاجة تبغي يمد ليها يديه إلا وتيقول هادي واش حلال ولا حرام، ماشي تتغير الأسماء وتتغير لنا المضامين. فمسألة الرشوة نغيروا ليها الإسم ونسميوها القهوة ولا نسميوها التدويرة ولا نسميوها الحلاوة ونقولوا راه ولات حلال، ولو غيرنا الإسم فإن حقيقة الشيء لا يتغير. إذا كانت عندنا قرعة ديال السم وشديناها وفيها السم ودرنا فيها السكر كتبنا من الفوق السكر، معنى هذا إلا درنا السكر ما تعنيش بأن ذاك السم اللي لداخل راه غيولي سكر، فالمصطلحات لا تغير من مضمون الشيء. فلهذا إلا حاول الإنسان 40 يوم باش ياكل الحلال كان موظف تيتخلص من 8 حتى 12 تيخصو يخدم من 8 حتى 12 إلا تكاسب الخدمة ديالو وحاول يتهاون فيها وعرف بأن ما ليش الرقابة حسب الفساد الإداري الموجود في المجتمع ديالنا، فليعلم أن الله عز وجل بالمرصاد فإنه سيعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، إذ أن عقابه أنه يحرمه من الاستجابة بالإضافة إلى العقابات الأخرى. فهنا عباد الله من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته، ومن الموانع ديال الاستجابة ديال الدعاء هو أن تسعوا في الأكل ديال الحرام، أن تسعوا في الشرب ديال الحرام، أن تسعوا في اللباس ديال الحرام، أن تسعوا في التغذية ديال الحرام. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا اللي دير هكا
ما كاينش بحالي لا الصرخه ديالو في واد لا يسمعه احد. الله سميع بصير ولكنه لا يستجيب له، لانه مكو هو من الحراك والجسد الذي نبت بسحت فالنار اولى به. الشرط الثالث التوبة ورد المظالم الى اهلها والاقبال على الله عز وجل، لان الارتكاب ديال المحرمات هادشي هذا ديال الماكلة والشراب واللباس، اما هنايا القضية ديال ارتكاب المحرمات الفعلية تتكون مانع من الاجابة ايضا، وكذلك الترك ديال الواجبات بحال ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقول اسيدي كل واحد يدخل سوق راسه وواحد ما يقول لاخر وتنتركو. تروينا الامام احمد والبزار عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال: يا ايها الناس ان الله تبارك وتعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم، وتسألوني فلا اعطيكم، وتستنصروني فلا انصركم. هنا يا هذا الترك ديال هذه الطاعة تتبع لها عدم الاستجابة عدم النصر. فالآن احنا يا اليهود اقصى مسألة اللي هو احب الاشياء احب الخلق لنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يهان في شخصيته، تنطلب الله تنديره، ولكن لا زالوا في طغيانهم. علاش؟ لاننا خلينا هذاك الشيء اللي جعلنا الله عز وجل به خير امة. اشنو خير امة؟ وقال الحق عز وجل في محكم كتابه: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلهذا قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ما تطلبوني فلا أستجيب لكم، وتسولوني فلا أعطيكم، وتطلبوا مني النصر فلا أنصركم. فيا عباد الله لا تسدوا طرق الاستجابة بالمعاصي وتنتظرون الإجابة وتستبطئونها. عندك انت اللي سد الباب باش ما استجب لكش الله عز وجل، وتقول راني تنطلب وصيد ربي ما حقق لياش طلب ديالي. ورحم الله من قال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. احنا تنطلب الله في كل كرب، ولكن حتى حيد عندنا ذاك المصيبة تنساوه. المرأة تصيبها في الحالة ديال المخاض ديال الوجع قدامها باها والعائلة ديالها والطبيب، وتتعيط أربي بعد ما تحيد الله عز وجل عليها هذاك الكرب، وبعد ما تفكها وبعد ما تتولد تتخرج التبرج ديالها والعر ديالها والكل شيء، وتتنسى هذاك اللي كانت تطلبه، تتنسى هذاك اللي نجاها من واحد الحالة خطيرة اللي الطبيب تيشوف فيها ولكن ما قد يدير لها والو. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. الشرط الرابع إطالة السفر من مقتضيات إجابة الدعاء، كما في الحديث الذي رواه مسلم: بل مجرد سفر ولو لم يكن طويلا ويتسمى الإنسان فيه مسافر يقتضي إجابة الدعاء، والمظلوم كذلك تستجاب دعوته ودعوات الوالد الولد ديالو تتستجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثلاثة ديال الدعوات مستجابة ما فيها الشك. الأولانية دعوة المظلوم اللي تظلم يعرف بأن راه الدعوة ديالو راه مستجابة. ولقد ألقينا خطبة جمعة عن الظلم وعن المظلوم، أعطينا مثال ديال واحد من الملوك اللي ودخل السجن والولد ديالو وقال له باه، قال له هو الولد لباه أبا بعد العز اللي احنا فيه وبعد القصور وبعد الجواري وبعد هذا الشيء هذا احنا في السجن الآن، قال له باه اللي هو ديك الساعة حيت دخل الحبس عاد بقى تيحيد داك الغلاف على القلب ديالو اللي كان طمس ليه القلب وتيظلم عباد الله. قال له: دعوة مظلوم يا بني سرت بليل كنا عنها غافلين.
هذا شي واحد مظلوم اللي تعدينا عليه، اللي ظلمناه نار في الليل وما جاش النعاس نتيجة الظلم اللي لحقوه، وطلب الله سبحانه وتعالى واستجب ليه، ها النتيجة ديالها هي احنا في الحبس. فدعوة المظلوم مستجابة، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية الترمذي دعوة الوالد على ولده. والحكمة في الاستجابة ديال الدعاء ديال المسافر، لأن السفر هو المظنة ديال الحصول ديال الانكسار ديال النفس بالطول ديال الغربة على الأوطان. الإنسان حيت يكون بعيد على البلاد ديالو تحس بالغربة وتحس بالانكسار وتحس بالتحمل ديال المشاق، والانكسار من أعظم إجابة الدعاء. الخامس هو التبذل في اللباس والهيئة بالشعث. كيف هذا؟ كيف الإنسان يكون متبدلا في لباسه ويستجاب له بسبب هذا التبذل؟ الجواب على ذلك نستمع إليه في الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين الذين تستجاب دعواتهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشرط الخامس عباد الله هو حصول التبدل في اللباس والهيئة بالشعات والإغبرار، وهذا أيضا من المقتضيات ديال إجابة الدعاء. علاش؟ لأن الحديث اللي هو رواه من الإمام مسلم السابق، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم الحديث المشهور لترويه من الإمام مسلم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ما يكون شي واحد شي إدارة وعنده الشواش، وواحد في الباب اللي جاي الحوايج ديالو ما عندهمش شي منظر والحاله ديالو، ويمشي يقول ليه شكون انت سير، ويشوف شي واحد بواحد الهيئه ولا شي حاجه يقول شكون هذا ويحكم على حسب الهيئه. الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب، تيحقروه الناس لو اقسم على الله لابره. لو كان قال يا ربي طمس اهلك هاد البلاد اتهلك في رمشه عينين، لو كان قال يا ربي جيب لهاد البلاد كذا لو كان تعطى. فإذا كان هذا في يدي هاد الشيء، علاش غادي نمشي لعند البشر مهما بلغت درجته؟ فلهذا ما نحقروش شي واحد على حسب المظهر ديالو. فهنايا من حسب الانسان حتى يدل الله عز وجل بهذاك المظهر تيكون استجاب الدعاء. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبدلا متواضع متضرع، كما روى الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود. وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن اخ فلبس خلقان ثيابه. هذا ولد خوه اتحبس اجدار، واش مشى عند هادوك اللي هما عندهم منصيب وبدا تيحزر فيهم عافاكم تلقوا لي هذا؟ لا، لبس حوايج اللي هي مقطعه. علاش؟ لانها من الاسباب ديال الدعاء، ماشي باش غادي يدلل البشر، باش يدلل الرب ديال البشر. لبس واحد ثياب خلقان، وحيت قال لي واخذ عكازا بيده، وحيت قال لي ما هذا؟ قال: استكين لربي لعله ان يشفعني في ابن اخي. انا تنضرع سيد ربي، تنستكن ليه، تندلل ليه، لعله وعسى يشفعني في ولد خويا وغادي يخرج من السجن، لان الله عز وجل على كل شيء قدير. الشرط السادس فعل الطاعات سيكون موجب للاستجابة ديال الدعاء. لهذا هادوك اللي كما جاء في الصحيح لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بما أجيب بها أجيبت دعوتهم. هذوك اللي هما حطلبوا الله سبحانه وتعالى كما روانا البخاري ومسلم وابن حبان، مشاو كانوا غاديين ودخلوا لواحد الغار وطاحت واحد الحجره وسدت الغار، شكون اللي غادي يفيق بان راه كاينين واحد ثلاثه ديال الناس تما؟ حتى واحد الا الله سبحانه وتعالى. كل واحد قال ارى شي واحد اللي دار شي عمل صالح
وكان تيبغي به وجه الله يطلب به الله وبعد يتوسل به لله سبحانه وتعالى بذلك العمل الصالح. هنايا كل واحد توسل بواحد العمل الصالح داره فاستجاب الله دعوتهم. الشرط الآخر الذي هو السادس فعل الطاعات كما قلنا. ثم قال أيضا العمل الصالح يبلغ الدعاء. ثم تلا قوله تعالى تشوف وهب بن منبه قال مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. هذاك اللي ماذا لا صلى بحال عباد الله ولا عبادة دايرها ولا أمر بمعروف ولا ينعي المنكر وقال لك بغى باش يستاجب ليه الله الدعاء الطاعات ما دايرهمش. تيقول وهب بن منبه هذا بحال هذاك اللي بغى يضرب بالنبلة ولكن هذاك القوس ما عندوش اش غيضرب ما عنده ما يدير. فهنا قال كذلك وهب بن منبه العمل الصالح تيبلغ الدعاء. اقرا قول الله سبحانه وتعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتروى ان الامام احمد في الزهدي ان ابا ذر رضي الله عنه قال يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. حتى يكون عندنا الماكله شحال نديروا في هذه الملحه شي شويه ما نكثروش. فكذلك الانسان اذا كان سيعمل الصالحات سيطاع الله سبحانه وتعالى سيبعد عن المحرمات هذا الا طلب غير شي شويه الله سبحانه وتعالى تيكفي داك شي شويه ديال الدعاء لان هذاك الطاعه ديالو تتغني على هذاك الدعاء. السابع اغتنام الاحوال الشريفه اي حاله شريفه اللي هي كاين فيها الانسان اللي تيطلب الله يغتنمها. وفي هذه النقطه كاين شرف الحالات وشرف الاوقات وغادي نقتصر على شرف الحالات. فالصائم شرف الحالات الدعوه ديالو لا ترد فقد اخرج الترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه بزياده فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصائم لا ترد دعوته. الشرط الثامن نحضر القلب ديالي حيت نكون تنطلب الله سبحانه وتعالى باش ما تكون جيك الادعيه خارجه غير هكاك بلساني بلا ما نعرفش المعاني ديالها. فقد روى الامام احمد باسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال القلوب اوعيه وبعضها اوعى من بعض فاذا سالتم الله عز وجل يا ايها الناس فاسالوه وانتم موقنون بالاجابه فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. الشرط التاسع الإيقان بالإجابة نكون متيقن بأن الله غادي يستجيب لي. تقد يقول الداعي أنا ما دمت ما تتوفرش فيها هاد الشروط اللي تذكرات من قبل وما تتوفري فيها حتى وحدة منها لاش أنا غادي نطلب الله. وبالتالي إلى مشى ترك الدعاء تيتحرم من الفضل ديال الدعاء اللي هو عبادة في حد ذاته. لمثل هؤلاء نقول إنما ذكرناه من شروط فيرجع الفضل دياله والالتزام به والثمار دياله على هذاك اللي طلب الله وعلمه المجتمع دياله. أما الحق عز وجل فقاد باش غادي يستجب ليك واخا ما توفراش فيك هاد الشروط هذه فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لهذا قال سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل راه استجب الشر خلق الله. وشكون هو شر خلق الله؟ هو إبليس لعنه الله. قال الله سبحانه وتعالى فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. طلب سيد ربي باش يخرج حتى يتبعثوا الناس. قال لي سيد ربي أنا استجبت ليه إلا كان الله استجب لإبليس لعنه الله. فإحنا يتخص يكون عندنا هذا اليقين. الشرط العاشر والأخير الدعاء المؤمن للمؤمن عن ظهر الغيب. إذ ما من مؤمنين سيطلب الله سبحانه وتعالى الخوه المؤمن في ديك البلاد ولا في بلاد اخرى الا وتيرسل الله واحد الملاك تيقول لهذاك الانسان اللي تيطلب تيقول ليه ولا كمثله. الله يعطيك بحال داك الشيء اللي تطلب ليه. الا طلبتي ليه الدريه يعطيها لك الله. الا طلبتي ليه الرزق يعطيه لك الله. الا طلبتي ليه الهدايه داك الشيء اللي طلبتي لخوك المسلم وهو غايب عليك تيقول لك الملاك ولا كمثله. فيا عباد الله اللي خاصم واحد خوه ايوا يطلب كل واحد الاخر اللي هما متخاصمين يطلب ليه الاخر الله عز وجل بالهدايه ويطلب ليه الله عز وجل بالتوفيق. واذا كانت شي وحده تخاصمات مع شي اختها مع شي مؤمنه طلب ليها الله في السجود طلب ليها الله الهدايه طلب ليها الله التوفيق واخا تكون مظلومه لانه بهكا غادي يستطع ابليس لعنه الله غادي يعرف بانه عاجز
بهذا السلاح هذا اللي تنحاربه به اللي هو الدعاء. واذا اردت دعوه اخيك الى الدين، الى بغيتي شي واحد ترجعه للطريق المستقيم، قبل ما تمشي لعنده تكلم معاه، اطلب الله سبحانه وتعالى ليه على ظهر الغيب وقول لي يا ربي اهدي فلان، يا ربي افتح القلب ديالو. ولا تنسى دعاء من مات من المسلمين، من الانبياء والصالحين وعامه المؤمنين، ودعاء الوالدين ومن علمك ومن له حق عليك، وأن تدعو لإخوانك وجيرانك ومن يعمل للإسلام عموما ومن يعمل لرفع راية الإسلام خصوصا. وتحاول تذكر هاد الناس هادو بالأسماء ديالهم اللي عرفتيهم، والتمس الدعاء الصالح من أهل الصلاح ومن الصائم ومن المسافر ومن الوالدين ومن المظلوم ومن الإمام العادل. فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ما كان شي دعوة اللي غادي تقبل بعد ما تقبل الدعوة ديالو، حيث كان غادي سيدنا أبو بكر الصديق الحج قال لي لا تنسانا من دعاء الخير. وسيدنا عمر بن الخطاب اللي هو مبشر بالجنة شاف واحد الوليد صغير وقال لي ادعي الله لنا، وقالوا لي يا أمير المؤمنين أنت المبشر بالجنة وأنت من الخلفاء الراشدين وتتقول الوليد صغير، قال لي إنه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم. في مشنا شي واحد التمسنا فيه الخير إلا ونقول لي ما تنساناش من الدعاء ديال الخير، ونجعلوا الأدعية ديالنا في الأوقات الشريفة. فما هي هذه الأوقات الشريفة عباد الله؟ الجواب على ذلك سنستمع إليه إن شاء الله في الخطبة المقبلة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. نسأله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يصلح أمورنا، وأن لا نغادر هذا المسجد المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وعمل متقبل المبرور. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. يا رب إن بيننا العقيم وبيننا المحتاج وبيننا المعطل وبيننا المريض وبيننا المسافر وبيننا من له مشاكل وبيننا من هو في كرب، اللهم فحقق لكل واحد منا رجاءه، اللهم فحقق لكل واحد منا رجاءه، اللهم فحقق لكل واحد منا رجاءه. اللهم إنك أنت الكريم وأنت الجواد، وإن طلباتنا لا تنقص من خزائنك شيئا. اللهم فاستجب دعوتنا ويسر أمورنا واهدنا سواء السبيل.